صحيح، هناك عدد من الوقائع في تاريخ المغرب التي لا بد من الرجوع إليها في قراءة جديدة. أولا، لا بد أن نعترف بأن الكثير من الوثائق والكثير من المراسلات ومن التقارير لا نتوفر عليها إلا إذا رجعنا إلى الخزانات الأجنبية، وخاصة الإسبانية، البرتغالية، الفرنسية، الأنجليزية، الهولندية وما إلى ذلك، وإسطنبول كذلك في تركيا، لأن كانت تركيا تحتل حتى الحدود المغربية مع الجزائر. إذن هذا شيء مهم. الشيء الثاني هو أنه علينا أن نعالج المشاكل التي ربما تبدو بأنها معقدة في تاريخ المغرب لنحللها ولنحافظ على الذاكرة الوطنية. الذين كتبوا كثيرا عن بعض الوقائع كتبوها بروح وطنية، يعني تشدوا عينيهم على بعض الهفوات وعلى بعض داكشي ويبرزوا، وهذا ليس عيب. الكتاب من فرنسا أساسا ومن أنجلترا كذلك يكتبون بنظرة استعلائية، ربما استعمارية إلى حد ما، لا يضعون يعني المشاكل في إطار ما كان يروج في العالم إذاك. فإذا يجب علينا أن لا نكون من الذين يقولون تاريخ المغرب نظيف، ما فيش مشاكل، ما فيش، ولا نتبع الذين يقولون مولاي إسماعيل كان إنسان قابض الصيف من الصباح حتى الليل وتقطع الريوس. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. مولاي إسماعيل من أعظم ملوك الدولة العلوية، وعاش في نفس الوقت الذي كانت فيه في فرنسا لها ملك عظيم كذلك هو لويس الرابع عشر، ولم يتفق لويس الرابع عشر وهو أقوى ملوك أوروبا مع مولاي إسماعيل وهو أقوى ملوك إفريقيا والعالم العربي، رغم السفارات المتبادلة ورغم هذا كانت عنده فكرة والآخر عنده فكرة. معنى هذا معنى أنه لم يكن فقط يعني يقطع الرؤوس. وهكذا في مثلا في عهد السعديين وفي عهد المارينيين، لا بد أن نقوم بقراءة جديدة لتاريخ المغرب بطريقة علمية هادئة تحافظ على الذاكرة. يا أخي، نحن لا نحافظ على الذاكرة الوطنية. تصور أنه في فرنسا التي نعرفها كثيرا وفي إسبانيا مع أنها أقل من ألمانيا وأقل من بريطانيا، كل الناس يكتبون مذكرات. ما المانع أن تكتب أنت مذكراتك غدا عندما يصير سنك مثل سني وتتحدث عما شاهدته وما عشته، وأن يكتب هذا الأخ المصور كذلك ذكرياته، وأن يكتب الوزير والسفير والبرلماني والفنان والمغني، ويعني يكتب مذكرات. هذا الزخم من المذكرات يحافظ على الذاكرة الوطنية ويقوي من الشخصية المغربية. لذلك أنا أدعو إلى كتابة المذكرات، وأنا كشخص يعني بكل تواضع وبكل بساطة على استعداد أن أضع ما أتوفر عليه من وثائق، وهي بالمئات إن لم أقل بالآلاف. أرهن مثلا شخص يبحث عن ما نعرفنا عن واقعة حدثت في المغرب في عهد الحسن الثاني، ألا نكون متشنجين وأن نصف هذا بسنوات الرصاص وهذا بسنوات الخير وهذا بسنوات التعبئة وهذا بسنوات كذا. لا، يعني أن نضع الأمور في إطار علمي رصين حتى المغاربة يبقوا عارفين التاريخ ديالهم. إلا سولتي اليوم أنا تنطلب منك تدير واحد البحث، أنا هذا البحث درته في 73، ربما كنت باقي ما خلقتي. خرجت الكاميرا للزنقة وبقيت نطرح عليهم أسئلة، وصبت أن المغاربة تيجهلوا التاريخ ديالهم. الجاي الصاعد ما تعرفش، سول الناس خود
مشي لواحد الثانويه في الباب ووقف سول البنات والولاد شكون هو فلان، شكون هو عبد الله ابراهيم، شكون هو بالحسن الوزاني، شكون هو الحسن اليوسي، شكون هو ما نعرف انا احمد بلافريج، وراك غتفاجئ الناس ما تيعرفوش. ما تيخصناش شكون هاد القطيعه، هاد القطيعه خطيره في تاريخ المغرب. ما خصش المغاربه ينساو بان حنا تنفتخروا عندنا دوله عندها 1200 عام، وحنا ما قادريش نتصوروا الناس اللي هادي 40 عام كانوا باقيين حيين وباقيين ممتازين وباقيين تيسيروا تيساهموا في الدوله. لهذا مثل هذه اللقطات ومثل هذه الاستجوابات ومثل هذه المذكرات يعني تساهم في استرجاع الذاكره الوطنيه، وهو شيء مهم لان باش نبقاو معتزين بالمغرب وبالتاريخ ديالو وبالقوه ديالو، وباش نواجهوا الاطماع. الاطماع اللي غير ما تنتهيش غدا، راه غادي تدوم، غادي تدوم سنوات وسنوات. خصنا نتعبؤوا باش نواجهوها، وخصنا نكونوا قادرين على المواجهه ديالها. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير، وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.